كله فاكرين قلبه كده. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. وأطرق باكيا على كتفي وقال لي أنا لن أنسى في حياتي الإهانة التي وجهها لي الرئيس بشار الأسد. السنيورة أمام المحكمة الدولية يكشف المزيد من أسرار حقبة الوصاية وتهديدات الأسد للحريري. ونعتبر تشريع الضرورة 4 بنود، يعني أول بند أساسي هو موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. جدول أعمال الجلسة التشريعية في مجلس النواب دونه عقبات عديدة عشية اجتماع هيئة المكتب. صنعاء تطالب بتدخل درع الجزيرة، والفيصل يلوح بإجراءات لوقف العدوان على اليمن. صباح الخير. من بيروت إلى لاهاي وحده كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري حاضر عبر شهادة رفيق دربه الرئيس فؤاد السنيورة أمام غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان. في شهادته شرح السنيورة تفاصيل جديدة عن الاجتماعات واللقاءات بين الرئيس الحريري وحافظ الأسد ومن ثم بشار الأسد، كما شرح كيف كان إيميل لحود يمنع الإصلاحات الاقتصادية بغطاء من النظام السوري. إن الرئيس فؤاد السنيورة هو المؤتمن على أسرار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هكذا عرف السنيورة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل أن يبدأ شهادته التي وصفت بأنها من أهم الشهادات. الرئيس السنيورة عرض لعلاقته برئيس الشهيد منذ أيام الدراسة وحتى استشهاده، معرجا على ما وجه به الحريري من قبل النظام السوري، لا سيما بعد لقاء الشهير ببشار الأسد عام 2003. في مرة من المرات كنت في زيارته في القصر الحكومي وأنا أودعه على الباب، ذكر لي هذا الأمر وأطرق باكيا على كتفي للدلالة على مدى الإحساس بالضيم وبالإهانة التي تعرض لها، بأنه قال لي أنا لن أنسى في حياتي الإهانة التي وجهها لي الرئيس بشار الأسد وبحضور 3 من الضباط. كم كان متوترا عندما يستذكر تلك الحادثة، وبالتالي كنت أمتنع عن أن أحرك تلك السكين في جرحي، وكان جرحا عميقا. قال أنه بهدلني وشتمني وهاني، العبارات هذه كافية. الرئيس السنيورة تطرق بالتفصيل إلى ما أبلغه إياه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في حضور الوزير الشهيد باسل فليحان في فقرة التي قصدها آتيا من اجتماع مع النائب وليد جنبلاط عقب لقائه بشار الأسد في آبل 2004. عندما وصلنا إلى منزله في فقرة، أظن أنه ربما سبقني إلى ذلك، بيني وبينه دقائق ربما. كنا 3، 2 غيبهما الموت، الرئيس الحريري وباسل فليحان وأنا. كان متجهما، كنا نقرأ في عيونه مزيج من الغضب والألم والإحساس بانتهاك الكرامة. قال لقد اجتمعت، كما سمعت بعد ذلك أنه كان اجتماع على الواقف، وقال له يجب أن تسير بالتمديد وإلا
سأكسر لبنان على رأسك. الرئيس السنيورة لفت إلى أن رأيه هو رأي فليحان كان بعد تهديد الأسد أن على الحرير الاعتزال، لكن الرئيس الشهيد تليث حرصا على مصلحة البلد. وعند عقد جلسة مجلس الوزراء لمناقشة التمديد أثر السنيورة عدم حضور الجلسة، لكن الحريري سجله حاضرا، علما أن السنيورة قد عدل عن رأيه حرصا على أمن الحريري ووصل بنية المشاركة في الجلسة، إلا أن الجلسة كانت قد انتهت. السنيورة أكد أن النظام السوري كان يسعى إلى تشويه سمعة الرئيس الحريري، وقال إن الحريري قد راكم شعبية ولدت حساسيات على الرغم من رفضه أي دور سياسي خارج لبنان، لافتا إلى أن نظام الأسد كان يعارض رؤية الحريري الاقتصادية والإصلاحية ومسألة إشراك القطاع الخاص خشية تأثير هذه الرؤية على سوريا نفسها. في المحصلة نعم، كان هذا يعني إطلاق حيوية الاقتصاد اللبناني وإطلاق حيوية هذه القطاعات، مما كان بحد ذاته يعني نظرة جديدة لدور القطاع العام ودور القطاع الخاص في الاقتصاد اللبناني، وبما ما كان يعني ذلك أيضا من عدوى ربما قد تصيب الدول المجاورة وبما فيها النظام السوري. السنيورة كشف أن الحريري كان يميز بين نظام آل الأسد وبين سوريا البلد، مستذكرا كيف عمل الرئيس السابق إيميل لحود بدعم من النظام الأمني السوري على عرقلة مشاريع إصلاحية وإنمائية للرئيس الحريري خوفا من أن تزداد شعبيته، وأكد أن كل من يدور في فلك النظام الأمني اللبناني السوري كان يناصب الحريري العداء. من واشنطن، وصف وزير الداخلية نهاد المشنوق زيارته للعاصمة الأمريكية على أنها إعادة لوزارة الداخلية إلى الخريطة الدولية، مؤكدا أن لواء الشهيد وسام الحسن هو من بدأ هذا المسار. المشنوق في لقاء جمعه مع صحفيين لبنانيين يقيمون في واشنطن قال إن لبنان نجح في الكشف المسبق عن 3 عمليات إرهابية كان يجري التحضير لها في سنة واحدة، وقال إن تيار المستقبل اختار الحوار كبديل عن الانضمام إلى أوركسترا الحرائق في المنطقة، لافتا إلى أن النظام السوري لا نفوذ له في لبنان ولا في سوريا، فالكلمة هي للإيرانيين، وأن سلوكهم لم يجلب للمنطقة إلا التوترات والأزمات. قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس للنهار إننا نبحث في طريقة تمرير هذه المرحلة الانتقالية في أقل نسبة ممكنة من الأضرار، ولا نبحث عن انفجارات، خصوصا أن لا موقف موحد في لبنان حول إدانة حزب الله في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تدخله العسكري في سوريا، والأفضل تجاهل الموضوع. تجتمع اليوم هيئة مكتب مجلس النواب للاتفاق على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. التقرير لمها ظهر. هل تنجح هيئة مكتب المجلس في الاتفاق على جدول أعمال يمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري من الدعوة على أساسه إلى جلسة نيابية تشريعية؟ الثابت أن قوى 14 من آذار على موقفها من رفض جدول أعمال فضفاض على قاعدة تشريع الضرورة فقط في ظل الفراغ الرئاسي. ملتزمين بتشريع الضرورة، ونعتبر تشريع الضرورة 4 بنود، يعني هنا أول بند أساسي هو موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. بعد ذلك في 3 بنود على قدم المساواة، قانون انتخابات، الأمور المالية للدولة حتى منعت مالية الدولة، وإذا في أمور تخص الأمن، مش عم نحكي تمديد لقاضي أمنيين أو شيء، أمور بتخص الأمن، تسليح كذا. ما عدا ذلك نحن بنعتبر أنه هذا ظرف مش ظرف تشريع عادي. 3 عناوين قد تشكل خلاف بين كونها ضرورة أو لا. الأولى سلامة الغذاء التي تقول قوى 14 من آذار أنها في أدراج مجلس النواب من 15 عاما، والثانية التمديد للقادة الأمنيين، وهو أيضا ما لا تعتبره أولوية. وأما النقطة الثالثة فهي حق استعادة الجنسية اللبنانية التي تقول المصادر أنها تأتي في إطار قانون تجنيس متكامل. بموضوع سلسلة الرتب والرواتب نحن مستعدين، معتبرينه من تشريع الضرورة من ضمن الموازنة، لأن هذا موضوع مالي، هذا من ضمن الموازنة، مشان هيك نحن يجي لسبب بسيط،
أنه يبدو أنه معالي وزير المال حتى كل ما تم الاتفاق عليه بلجان المشتركة قبل كموارد لسلسلة الرتب والرواتب حتى بمداخيل الموازنة، فصار طبيعي أن تكون السلسلة جزء من الموازنة. وفي حال وافقت هيئة مكتب المجلس على جدول الأعمال، فإن الرئيس نبيه بري بحسب مقربين سيدعو لجلسة عامة منتصف الشهر المقبل. تتابعونا في نشرة بعد الفاصل. مداهمات لمراقبي وزارة الصحة في بيروت والبقاع. نواصل تقديم النشرة. من المقرر أن تنتشر اليوم القوات الأمنية المشتركة في مخيم المية ومية في الصيدة بعدما أعطتها اللجنة الأمنية العليا للإشراف على أمن المخيمات في لبنان برئاسة قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب الضوء الأخضر. وكان لافتا قبيل انتشار هذه القوة تفجير قنبلتين يدويتين فيما بدا إشارة توتير مقصودة لإفشال عملها. إلى ذلك أكد العقيد خالد صقر أن الترتيبات الميدانية لانتشار القوة قد أنجزت بالكامل وأن القنبلة التي فجرت لن تؤثر في سير العمل، ونحن ماضون بعزم في نشر القوة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في المخيم الذي يرحب أبناؤه بهذه الخطوة. مسألة كلية إدارة الأعمال في طرابلس تتفاعل، اعتصام للأساتذة والطلاب شمالا واجتماع بين وزير التربية والمعنيين للبحث في الحل. تقرير رشا الحلبي. بهذه الهتافات عبر طلاب كلية إدارة الأعمال في طرابلس عن احتجاجهم على عدم تعيين مدير للكلية وفقا للأصول وعملا بأحكام القانون وروح الميثاقية. عاد الطلاب والأساتذة للاعتصام وأغلقوا مداخل الكلية ناصبين خيمتين احتجاجا على استمرار أزمة التعيين، الأزمة التي أخرت استئناف الدروس والامتحانات لأكثر من شهر ونصف. القرارات الكادية اللي عم ياخذها للاسف عم تجرب تودي لفتني، بس نحن كلياتنا عم نتداركها قبل ما تصير. نحن ما لنا مكسر عصا، نحن كلياتنا فايتين لابعد الحدود لاخر نفس كمان نوصل لمطالبنا اللي هي تعيين مدير ونعمل امتحانات ونخلص من هالسنه. نحن شو ذنبنا كطلاب؟ نحن بدنا نتعلم وبدنا نعمل امتحانات وبدنا القانون يصير مثل ما هو. يعني لحتى كل قوى طرابلس تتجمع على رغم الخلاف السياسي فيها، في يعني هذا دليل على انه في احساس انه في استهداف. في شيء عم ينطبخ بالخفايا لهالكلية لما بيتعين أو مدير ليلة الامتحانات للضغط على الجميع. المعتصمون أشاروا إلى أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق كافة مطالب. طلاب وأساتذة كليات إدارة الأعمال في طرابلس قالوا كلمتهم، إذن لا للكيدية ونعم للشرعية في التعيينات. ولكن كيف كانت أجواء الاجتماع في وزارة التربية؟ ومتابعة للأزمة ترأس وزير التربية الياس بوصعب اجتماعا ضم الأساتذة المعنيين في لقاء دام لأكثر من ساعتين. خرج بعدها بوصعب ليعلن أنه لم يكن على تواصل مع رئيس الجامعة اللبنانية طوال فترة الأزمة، وأن رئيسي مجلس الوزراء والنواب أعطوه تطمينات في قضية التعيينات. أعطاء فرصة شهر لإعادة النظر بمشروع تعيينات المدراء على مستوى الجامعة كاملة بجميع كلياتها، ما يحفظ التوازنات العادلة وميثاقية التمثيل بما فيهم كلية إدارة الأعمال، على أن تتولى المديرة الدكتورة يمين مع مجلس الفرع تحديد موعد جديد للامتحانات بعد التواصل مع العميد الدكتور شلو. وأكد بوصعب عودة التدريس إلى كلية إدارة الأعمال بدءا من يوم الخميس المقبل. في السرايا الكبير طلع الرئيس تمام سلام من رؤساء مجالس إدارة القنوات التلفزيونية على واقع المؤسسات الإعلامية مؤكدا ضرورة إيجاد وسيلة تعاون تحفظ حقوقها. يستمر رؤساء مجالس إدارة المحطات التلفزيونية اللبنانية بجولاتهم على المسؤولين والمعنيين لبحث الأزمة التي يمر بها الإعلام اللبناني وسبل تحصيل حقوق المحطات. ومتابعة لقضيتهم زيارة إلى السراي الكبير واجتماع إلى الرئيس تمام سلام الذي أبدى تفهمه لما يجابهه الإعلام اللبناني من مصاعب واستمرار الإنتاج التلفزيوني من دون مقابل من قبل أصحاب الكابلات. وكان رأي دولة الرئيس إيجابي جدا بخلق وسيلة تعاون تحفظ للتلفزيونات حقوقها، وسوف تقوم التلفزيونات بكل
الدراسات وبكل ما يجب للحصول على حقوقها المشروعة التي لم تتقاضاها منذ أكثر من 15 سنة من محطات تلفزيونية يد واحدة اليوم. وهذه البوكيه هي من حق المواطن اللبناني ومن حقها هي كمان أن تأخذ حقوقها. وهذه البوكيه لن تبث بعد الآن إلا عن طريق استعادة حقها وبمقابل، لأن التلفزيونات اللبنانية تتكلف سنويا أكثر من 120 مليون دولار استثمارات وتخلق فرص عمل لأكثر من 10,000 إنسان في الإنتاج والإخراج والتمثيل. وكان رؤساء مجالس المحطات التلفزيونية قد عقدوا اجتماعا تشاوريا في مركز تلفزيون المستقبل في سبيرز، تداولوا خلاله بأبرز التطورات واتفقوا على استكمال خطة العمل إلى حين الوصول إلى حلول للأزمة. في إطار حملة سلامة الغذاء، مداهمة لمراقبي وزارة الصحة في منطقة الدورة وأخرى في البقاع الغربي لمواد منتهية الصلاحية. جديد الحملة الغذائية التي تقوم بها وزارة الصحة إقفال مؤسسة جنرال تريدينج لبيع المواد الغذائية في منطقة الدورة بالشمع الأحمر، حيث قام مراقبو الوزارة بمؤازرة القوى الأمنية المختصة بمداهمة المؤسسة لعدم استيفائها الشروط الصحية. تم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كمان مطبخ كمان غير شرعي كمان غير مستوفي للشروط الصحية، بالإضافة إلى كميات من السمك طازج على أساس أنه هي متلجة بيتم تدويبها وبيبيعها على أساس طازة. ونحن قمنا على الفور بمؤازرة فصيلة درك النبعة ببرج حمول بإقفال المحل. وقام المراقبون بتلفي 30 كيلوغراما من الأسماك المثلجة التي تباع على أنها طازجة. ومن الدورة إلى البقاع الغربي، حيث داهم فريق وزارة الصحة معملين للحلويات ومعمل ألبان وأجبان في بلدة القادرية، حيث تم ضبط منتجات منتهية الصلاحية وتم إقفالها بالشمع الأحمر. أما في عكار فقد تفقد المحافظ عماد لبكي سوق السمك في العبد الذي لم يتم استخدامه حتى الآن لانعدام صيانته، وأشار لبكي إلى أن السوق سيكون حديثا ومتطورا ونظيفا. وبعد الفاصل تتابعون. مجلس الوزراء السعودي يدين الهجوم الإرهابي في تونس. أهلا بكم من جديد. بعد تصاعد حركة الانقلابيين الحوثيين، طالب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الأمم المتحدة وقوات درع الجزيرة التدخل لمواجهة المتمردين الحوثيين. تكثفت التحذيرات الداخلية والخارجية من إمكانية نشوب حرب أهلية في اليمن مع استكمال الانقلابيين الحوثيين محاولات السيطرة العسكرية على المحافظات الجنوبية ولا سيما عدن وتعز. في هذا السياق تحدثت معلومات عن تقدم المسلحين الحوثيين في اتجاه ميناء المخاء في جنوب غرب اليمن للسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الواقع بين خليج عدن والبحر الأحمر والمطل بشكل مباشر على مضيق باب المندب. هذا التطور قد يعطي النزاع في اليمن بعدا دوليا، إذ يرى مراقبون أن القوى الكبرى لا تستطيع أن تقبل بسيطرة مجموعة مرتبطة بإيران على مضيق باب المندب، خصوصا أن طهران تسيطر بدورها على مضيق هرمز. وتتزامن هذه الأحداث مع التصدي المكثف للجيش اليمني واللجان الشعبية التابعة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لمحاولات الحوثيين التسلل إلى محافظة لحج الجنوبية ومنها إلى عدن في محاولة للسيطرة عليها. يأتي ذلك بعدما أرسلت جماعة المتمردين الحوثيين مئات المسلحين إلى تعز أيضا جنوب البلاد، ما دفع بالسكان للخروج في تظاهرات مناوئة للحوثيين الذين ردوا بإطلاق النار باتجاههم. وفي محاولة للحد من تمدد الحوثيين السريع داخل البلاد، كشف وزير الخارجية اليمني رياض ياسين أن السلطات اليمنية تعمل مع مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن الرئيس اليمني طلب من الأمم المتحدة وقوات درع الجزيرة التدخل لمواجهة الحوثيين. كذلك كشف ياسين أن اليمن قدم طلبا إلى مجلس الأمن بفرض حظر جوي على المطارات التي سيطر عليها الحوثيون، لافتا إلى أن
الانقلابيين يعملون لنسف حوار الرياض. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الدول الخليجية ستتخذ الخطوات اللازمة لوقف العدوان على اليمن في حال فشل الحل السياسي. أطلق وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل سلسلة مواقف لافتة من الملفات الساخنة التي تعصف بالمنطقة، ففي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره البريطاني فيليب هاموند أكد الفيصل أن الحل في اليمن لا يمكن الوصول إليه إلا برفض الانقلاب الحوثي وإنهاء مفاعيله، داعيا الأطراف اليمنية إلى الاستجابة العاجلة لعقد مؤتمر الحوار في الرياض. إن الحل في اليمن لا يمكن الوصول إليه إلا بانصياع للإجماع الدولي برفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك الانسحاب الحوثي المسلح من كافة مؤسسات الدولة. الفيصل انتقد السياسات العدائية لإيران تجاه الدول العربية والتي باتت تهدد أمن المنطقة والعالم. أن حل موضوع السلاح النووي الإيراني ممكن أن يتم عبر مقترح الجامعة العربية الرامي إلى جال منطقة الخليج العرب والشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشام. أما في الشأن السوري فأكد الفيصل أنه لا دور للأسد ومن تلطخت أيديهم بالدماء في ترتيبات المرحلة الانتقالية. هناك إجماع دولي أن مبادئ إعلان جنيف واحد شكل إطار الحل السلمي للأزمة، وذلك من خلال تشكيل هيئات انتقالية للحكم تتمتع بصلاحيات كاملة تمكنها من استلام زمام الأمور وإدارة شؤون البلاد من مختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية. من جهته قال هاموند إنه لا يمكن أن يكون هناك دور للأسد في سوريا المستقبل، مشددا على ضرورة دعم المعارضة المعتدلة ليكون هناك توازن على الأرض يدفع النظام السوري إلى النقاش السياسي، وشدد هاموند على ضرورة العمل على وقف تدفق المقاتلين والتمويل لداعش. لدوره شدد مجلس الوزراء السعودي على وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة. المجلس الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جدد التأكيد على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض. كما دان المجلس جميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية. ودان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف بردو في تونس العاصمة. واصل النظام السوري قصفه المناطق المحررة مخلفا مزيدا من الضحايا في صفوف المدنيين. من جهتهم تمكن الثوار من توجيه ضربات لقوات الأسد، وكان أبرزها إسقاط مروحية للنظام في ريف اللاذقية. وفي درعا دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار من جهة وبين شبيحة الأسد مدعومة بمسلحين من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني داخل مدينة بصرة الشام الأثرية. ونصل في ختام هذه النشرة إلى التذكير بعناوينها. وأطرق باكيا على كتفي، قال لي أنا لن أنسى في حياتي الإهانة التي وجهها لي الرئيس بشار الأسد. السنيورة أمام المحكمة الدولية يكشف المزيد من أسرار حقبة الوصاية وتهديدات الأسد للحريري. ونعتبر تشريع الضرورة أربع بنود، يعني أول بند أساسي هو موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. جدول أعمال الجلسة التشريعية في مجلس النواب دونه عقبات عديدة عشية اجتماع هيئة المكتب. صنعاء تطالب بتدخل درع الجزيرة والفيصل يلوح بإجراءات لوقف العدوان على اليمن. نهاية نشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. الله يعين سوريا، سوريا رح يحكمها ولد. نوى كل فكر ألم كيف.